السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم بخرات. وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على غير الإسلام، وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصوري الموضوع قد أكون مخطئا، لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات، فهذه الأموال أين يذهبون بها؟ يودعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك لهم، فلا يجوز. وهذا سبب من أسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات، لكن أعرف الجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة إلا ما طرتم إليه، وما أظن أن هذه القاعدة ترد في مثل هذه القضية. نعم، الادخار والتأمين الذي تفرضه الدولة على الموظفين، أيضا هذه الأموال يعني توضع في بنك الإسكان وغيره، هذا ليس باختيارك، أما هنا الاشتراك في النقابة فهو باختيارك، لكن يعني فيختلفان. المشترك يذهب في آخر عمره للاستقال، يذهب ويأخذ هذا المال، يأخذ حقه فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. عفوا، بالنسبة لاشتراك يعني المهندس أو الطبيب أو الصيدلي في النقابة فرض عليه وليس يجب اختياره، سبق الجواب. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح